الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في جميع خاصتك. خطيب بلخبا هيك شدي للسنة جمع أي أوايا أخر بون خوز بلخبا طيب بلخبا لغير الصائمين بلخبا على الأوزعي لما في الخبر الصحيح أن الجمعة بين الغسل ولبس الأحسن زلت جوان دبركي والتيبي والإنساتي فوكر كيلة خطبي وترك التخطي الشاقة والناوي لسم العالمي يعني أوها عمو إشكان بفقتيبي يكفر ما بين الجمعتين لو زمعيتا وزمعي كفارة قناعة ويسن للخطيب أن يبالغ في حسن الهيئة خطيب زوانت العالم خبرا وفي موضع من الإحياء الإحياء العلوم دري يكره له لبس السوادي زلت الرجل بربك خطيب خرابة أي هو خلاف الأولى أو إمام غزالي أو أدري يكره هنا خلاف الأولى خلاف الأولى برق باشر لمكروه برق سكترة وتبعه ابن عبد السلام ابن عبد السلام إيش قوتيتي مكروها قوتيتي باشنية فقال إدامة لبسه بدعة الخرابة الخرابة لما كلش خراترة بس قوتيتي إدامة بردوام زلش الرجل بربك وش قشان هواي لدي لكن قضية تعبيره بالإدامة دري إدامة بدعية أنه لا بدعة في غيرها يرى إدامة نبي قيدينية ويؤيد ما يأتي لو رأي وش قصة كله ذكم أوش أوى يعني زازار رشيد بربكي خرابنية برن بردوام رشيد بربكي خراب وقول الماوردين دريان بغي لبسه دري وابا شخر زلش الرجل بربك هو يحمل على زمنه ممشين الدوري وهابي ونصيحة دكا من منع العباسيين الخطباء إلا به درين دبي خطيب إلا برج الرجل إذا ما دام إمام أمردا إمام إمام أعظم دبي أتوب أجيبك لو ما وردي فرمويتين بغي لبسه لما رواه ابن عدي وابو نعيم المستندين فيه لا تزل شرش لما رواه ابن عدي وابن نعيم والبيهقي عن زدهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا معه جبريل جبريل إلى قربه وأنا أظنه دعية الكلب أبو نوام زان دعية كلبية دعية زبرائيل زور خوي ديناصر الشكري دعية كلبي فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه زلش الرش أوضع الثياب وإن ولده أولاد عبد الله بن عباس يلبسون السوادة زلش الرش دبلك إذا ما دموابي لبهم دي قوتيتيان زلش الرش أمريان في كرديا لبهم دي ما ورديش لبهم دي ويبرم فإن قلت صح أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء عمامة سوداء وشتش مكة وأنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء وفي رواية دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء زلك شرش قماشة شرش وفي أخرى عند أبن عدي كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين لجيشنا رمضان وقربان دبري دكن ويرخيها خلفه أو الكشي لبشتوى أو هذا يستبشتوى إيه وفي أخرى للطبراني أنه عمم عليا بعمامة سوداء عمامة الرشدة إمام علي وأرسله إلى خيبر ونقل لبس السوادي عن كثير من الصحابة والتابعين باشكو إمام غزالي قلت لي خلافي أولاي إيه أبي ديك قلت إدامة لبس بدعية إيه ابن عبد السلام قلت هذه كلها وقائع فعلية معتملة وأنا هم وقائع فعلية احتمال عام نبول أو خصوصيات له أو دوري بوعة فقدم القول قول مقدم لسه فعلي قولك تسبو وهو الأمر بلبس البياض عليها حديث بيشا فرموي بياض دبر بكر بياض بقوة ترى لرشي عليها لسه شي قلبان ها عليها إيه لسه أو هذه كلها
أواني كدر الرش على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة أواني كأعتاز أواني حديثاني خلال مانوا بحث الجمعة تدانية أما بحث الجمعة لك بل في نحو الحربي أغربي شرع شرع لأنه أرحبو زلش الرشش له شرع بقوة ترى داعش ما عش هم الرشان لبنا وفيه وفيه يوم وفيه يوم الفتح وفيه يوم الفتح وفيه يوم الفتح هذه لور روج فتح أو رشيد بركر وفيه لبس السواد يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير يوم الفتح روج فتح وش رشيد نقول هيك شيء لروجاني رشيد بركر روج فتح أوش مقاعي فعلية احتمال شيء احتمالك أوع درع الإشارة إلى أن ملته لا تتغير أنا وش رشيد ملته من ناقورة إذ كل لون غيره يقبل التغير لون كان لي عمود أقول رش ناقورة وفي العيد هذه لولا جيشني أوي دبركن لأن الأرفع فيه أفضل من البياض كما يأتي شيء بقيمة تربي للرشي جيشني أو باشترع رشي جبق بقيمة تلس بي سبي بي 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 سبوغا رش سبوغي هيا شتي رش قرار تلس تي سبي خامس بي كلا مشتي هرزان ترع فارس دلن فارس بعد زمان الجيشناني سيزري بقيمة بأي دبركي باشا لو يحزد جيشني رشي دبركي فرز دادن بالاتر سیاهی رنگی دیگر نباشد. بالاتر سیاهی رنگی دیگر نباشد. سطل رشی رنگی تر نیست لوادن. و ازالت زفری. من خوبم. من یادیه. من خوبم. و رجلیه. من خوبم. نیم کانش بکار روز جمعهای ادستو ایپیک. من خوبم. نه عادیه ما ایلا یکشی نکه. فیکره او خرابه. كلبس نحو نعل أو خف واحدة لغير عذرين أروش يقى نعل في بكيان يقى خف في بكى خرافة يقى دستيني نوش بكى دستك يدينك يقى في بكى يدينك خرافة وشعري نحو إبطه وعانته أو نشعر ميتراش بكى لغير مريد تضحيتي إلا أقر قرباني ذكر لقره في عشر ذي الحجزة بام وكان بمينان حتى قرباني ذكر وذلك للاتباع رواه البزار وذلك مع العون النكرن أوانا كل زاني سنة للاتباع رواه البزار وقصوا شاربه سمير خوش قدك حتى تبدو حمرة الشفتي حتى اللي يبدر ذكري وهو المراد بالإحفاء المأمور به في خبر الصحيحين لحديث مسلم البخاري كذا فرمين أحفوا الشوارب وأعفو اللحى ردينا البردنا وسميرا نشقد كان نقر أوقت كرديدا حتى أوختي سوراتي لي بدردك ليو ديال نبي قناع أو السميريا شورا عندك وكاد يتوسر دويان أو قناع ويكره استئصاله هرحموي حرقريني ببوشيشي خرافة وحلقه يوم بتراشي وش خرافة استئصال أو لبنو دريم ونوزع في الحلق بران تراشي نكن زعشي تداها بصحة وروده درين هند الزار هاتوا وارد ووارد حديثة كدري الفطرة خمس من الختام وحلق العانة ونتو الإبط وتقليم الأسفار وحلق الشارب حديثة نسائي خندتي ونوزع في الحلق بصحة وروده ولهذا ذهب إليه الأئمة الثلاثة على ما قيل درن سيموس أبكان درن سميري متراشا دلوسته. والذي في مغني الحنابلة درن أبي عمد هو على ما قيل درن سورة في برايب بابي درسي احتمالي لسندة درن أبي عمد الرمي لمغني حنبليان أنه مخير بينه وبين القصي مخير لبين قد كدنه ولبين تراشينه أو قد كدنشينا ونقل الطحاوي أوج مذهب حنفيانا من مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر أن إحفاءه أفضل من قصه ليه قري أو شيء ما حتى سميرك خط إيران بدر دكوي أو باشتر لقصي أخوش اللي سلو فرمي إحفاءه القصك أخا قصة حتى تبدو شفرته أو أنت أو باشتر لقصي يعني حنفي مزاليا باشتر دايا فإن قلت
ما جوابنا عن صحة خبر الحلقي؟ أبي أو حد حديثي كدري سبير تراشين تكبيري ويتيا سفريكي قلت هي واقعة فعلية محتملة برشي احتمالية عزيزة كدبيل وزوارزي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقص ما يمكنه قصه أي بيدك لا قتلك ويحلق ما لا يتيسر قطعه هندشيش فإن ذكر أو قطبك ديت راشي من معاطفها التي يعصر قصها هندش قد كدني زعمد بو ديت راشي اسميرش أو احتمال إيران أو كرخانة فإن كراب قطبك إير قد كرديو إيرش هندك تراشي سقيديا احتمالا فإن قلت هل نقول بذلك أما جوابرين بو احتمالي درستا أدلو درسنيا قلت قد أشار إليه بعض المتأخرين ولو وجه ظاهر وجه ظاهري هندش قدك هندش متراشا إذ به يجتمع الحديثان على قواعدنا هدو حديثي زمع بكي باشتري يشي نسخكي فليتعين لو لأن الزمع بينهما ما أمكن وازم وعلق الرأس مباح سرتراشي إلا أن تأذى ببقاء شعره إلا أقبرسك ما باوا إيه عزيتي دخوار زور سري دخورا أو شق عليه تعهده يا لسري زحمد وحمد من الشبكة وبشواو أسبي ومسبي دكتيو إيه بعنجباك بمتراشي فيندم وخبر من حلق رأسه 40 مرة في 40 أربعاء صار فقيها سل زاري سل روجي تارشم سل زارا سري خوب تراشي دويت ملاك باش كو خرب 40 مرة ألي سلزار في 40 أربعاء أها سلزار شمال سلشاف سار شمال سارزا سلزارا سلزار شمال سلزارا سر خوب تراشي دم تمل هاتش باش يكون باش سر تراشي تزحلا قيد جمل هاتي هيا ولا أصل له ولا أصل له هر أصل هني هني قال في الحفات لا أصل له والمعتمد في كيفية تقليم اليدين كو سنة أن يبدأ بمسبعة يمينه ليرة يمين إلى خنسرها ثم إبهامها أو زعوة ثم خنسرها اليسرى أو زاري ألي الرابي داورة إلى إبهامها على التوالي خنسرها ألي الرابي داورة لبتكوة إيرا لا تبوة لراستي لشادي راهتا دوائي أو زئبها أو زاري لقلين شهتا هموي أو هواشا إيه والرجلين إيه والرجلين هدي إيه بيان أن يبدأ بخنسر اليمنى إلى خنسر اليسرى على التوالي راس بيدا بي هولدو بيان لكن يبداني لكن يبداني هولدو بيان أو ها إيه بأزلا للراستين را أنا لو الراس بدأ برا تخلصي بلا قلبة أو باشا بلا قلبة أو ها باشا بلا قلبة وخبره من قص أظفاره مخالفا بلا قلبة أدي أو حديث سيد ليا أقرب مخالف بي أو هل دوي نبي لم يرى في عينه رمدا تساوي جان جان تساوي ناقري أو حديث قال الحافظ السخاوي هو في كلام غير واحد زور كس أو قصيدة كان ولم أزيده السخاويش هو محدثة ما دام أون يدي توديارني إيه وآثره الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه دمياطي دري من بيستيت من عند مشايخا ونص أحمد على استحبابه إمام أحمد يدري السنة مخالفا قلنا يعني شو مخالفا ها مخالفا ما تسمعنا يا كليبيا مخالف من قص أظفاره مخالفا إيه وش معنى مخالفا يعني كو مخالفا أفرمي فسره أبو عبد الله من بطة أن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر اليمنى خنصر اليمنى ثم الوسطى أو ذا وسطى أو باسدة أين أون ثم الإبهام أو ذا إبهام ثم البنصر أو ذا بيتو إيرا بنصر ثم المسبحة أو ذا بيتو إيرا سبره اولي اوا ايه او ذا اوا او ذا اوا او ذا اوا او ذا اوا او مخالف او مخالف ايه وكذا مما لم يثبت خبره فرقوها فرق الله همومكم وتفريق مكان ارزقاهم ومتعهم ولاده او حديث ايش
إثباتي لسنية وعلى ألسنة الناس في ذلك وأيامه أو زداخوا كوبو أو تفريقية كوا وكونيو سروجة شبي أو كرينيو شخوا دكي أشعار منصوبة لبعض الأئمة هند الشعران اسمه دولي عالم أنددن وكلها كذب وزور وينبغي البدار بغسل محل القلب وشيني نوتي خدك زوبشو زوبشو أو سشبني نوتي التي لبيادة لأن الحك فيه قبله يخشى منه البرس أقر بغنينو شخوب كي نشوي قلب خوها في بخوريني بخوريني دترسي لوي كبرس وكوشي برسي ببي ويسنو فعل ذلك أو نينو كردنا يو أو تراشو أو شتانا يوم الخميس روج الجمعة وبي روج بيرشم وبي الجمعة خاوين بي أو بكرة يوم الجمعة يانس بين روج الجمعة لورود كل في شهور ولا حدث إلى السلام وكره المحب الطبري محب الدنيا طبري در بمنا خوشا نتفل أنفي مو يكفوي دريني دريني خرابة قال بل يقصه بمقاسي قتبك بحديث في حديث الشيء السلام رابط الشيء أغلبي بريندار دبيو وهم وجه استفاده استفاده وكو شبكيه وهي تعالى درستي كرديا أو بيشكو ميشكو أو شتي كدسنا أو كفي إنساني همو إذا موكي لقررتوا عاصي دبي لحديث فيه قيل بل في حديث أن في بقائه أمانا من الزغام الزغام مزامش عبز دبي هم وبمني إلا أتى قبيت درين عشرين بي أنجنك قطيك والريع الكريه بوني ناخوش لخود لابا ونحوي كالوسل تسرك تسرك زعن خوشو لأن لا يؤذي نخو عالم بعالم أو بون اللي بيتنو اللي عندي عالمش في ناخوش وهذه كلها لا تختص بالجمعة أو أنا أوني نوكر دنو يامري بوني ناخوش اللي بيو أو إلا الجمعة نية بل تسن لكل من أراد الحضور عند الناس لكنها في أكد الجمعة خير ترى أنا وقت اللي كش عبتي وما دريس جتير شيء زعن خود خاوي مكي وقراوي لخوم دي باشا وشو قرام دانا سن الله على سيدنا محمد قال إمامنا الشافعي الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه قبل كم نبي ومن طاب ريحه زاد عقله من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه كثر عقله زاد عقله حتى الله يعني قبائل